عليكم حبايبي. اليوم ان شاء الله باذن الله حسوي لكم طبق المدلدل الفلسطيني السعودي اليمني زي ما تحبوا على طريقتي ان شاء الله. يعني نحتاج طبعا كيلو الا ربع لحمه او كيلو زي ما تحبوا، 2 حبه بصله، 3-4 فلفل حار، وهذه معجون طماطم معلقتين، ومكعب مرقة دجاج 1، و3 فصوص ثوم مفرومة، ومعلقة ملح، ومعلقة بهارات، و3 حبات طماطم، ونص كاسة زيت. إذا ما بتحبوا نص كاسة زيت لأن السمنة يعني لأن اللحمة هي مدهنة فما يحتاج. إن شاء الله على بركة الله وكل على الله. نبدأ نحط الطماطم. نحط معجون الطماطم. ومرقة الدجاج تقريبا زي هذه كاستين مية مغلية، هي سخنة مية دافية على اللي تحبي. هذه كاسة وهذه كاسة، هنسيبه طبعا على النار يستوي نار هادية شوية لمدة نص ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع، بس بدون ملح ولا بهار ولا أي شيء، علشان يعني يستوي كده من نفسه. لو حطيت له ملح هتشد اللحمة، فما بحط له ملح ولا بهار ولا أي شيء إلا لما تستوي اللحمة أبدأ أبهره، أحط له ليمون، أحط له خل، احط له بهارات زي ما انا احب، بس بعد ما تستوي اللحمه. بعدين اوطيه كده، احطيه واوطي النار. طبعا احنا بعد مده هنكشف على الطبق تبعنا اللي هو المقلقل ونشوف ايش اخباره، بنلاقيه بيغلي طبعا بيستوي كده، لسه ما زال في ميه، لازم تكون الميه هذه شويه نصها راح. نسكر الطبق، طبعا لا نحط الملح ولا البهارات عليه علشان يبقى لونه زي ما انتم شايفينه هيك على لون الاشياء اللي حطيناها، ونقفلها ونرجع تاني نشوفه تاني. هذا طبق اليوم المقلقل. لا تنسوا تشاركوني في قناتي وتحطوا لايك وتفعيل جرس تنبيهات علشان تشوفوا مقاطع أول ما تنزل، وجزاكم الله ألف خير. اليوم عملت لكم طبق المقلقل، إن شاء الله ينال إعجابكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعيل جرس تنبيهات عشان تشوفوا مقاطع أول ما تنزل، وبالصحة والعافية إن شاء الله. هذا هو المقلقل.